شوربه المشروم. خليني بس اجيب امسح الترابيزه علشان نشتغل دايما في نظافه. طيب هناخد بقى دلوقتي الحله الصغننه بتاعتنا دي اللي هنعمل فيها خليني اغطي ده كمان، خلينا نغطيها احسن شويه زي ما اتفقنا، بس 5 دقايق بس علشان خاطر الفراخ كده لو كانت لسه ما استوتش تكمل سواها، بس هو الهدف الاكتر ان الفراخ تشرب من الصوص بتاعه الليمون بتاعتنا. طيب علشان نعمل شوربه المشروم بتاعتنا اللي كلكم بتحبوها، عايزين الاتي: عايزين معلقه صغيره زبده، عايزين 2 فص ثوم، وعايزين الليمونه دي على فكره انا حطاها من هنا يعني دي مكانها هنا، 2 فص ثوم، عايزين مكعب مرق، عايزين مشروم زي ما انتم شايفين كده، وعايزين نص كوبايه كريمه وكوبايتين حليب وتقريبا كوبايه ميه. تمام، يعني احنا هنعملها بالحليب وبالكريمه وبالميه، وعايزين رشه جوزة الطيب في الاخر ورشه بقدونس. اول حاجه عايزين نعملها ان احنا ناخد الزبده، عندنا هنا معلقه يعني مش كبيره، شايفين اقل من معلقه كبيره، معلقه صغيره، نحط هنا كده الزبده بتاعتنا، هحط معاها الثوم، فصين ثوم مفرومين، وعندنا هنا المشروم. على قد ما هي سهله الوصفه بتاعت المشروم سوب، الا ان طعمها بيبقى جميل جدا جدا جدا. نحط بقى المشروم بتاعنا، بس يبتدي كده يدبل المشروم عندنا، هحط له نبتدي بقى نحط الميه ونحط اللبن الحليب ونحط مكعب المرق، مش هنحط توابل خالص غير بس ملح وفلفل ورشه جوزة الطيب فقط لا غير، وهحط مكعب مرق، هو هيديني كمان نكهات يعني كده. تمام، هجيب بس معلقه دقيق، هحط بقى يعني من معلقه كده، معلقه معلقه ونص كبيره، ونقلبها. بس الاقيها ابتدت تختفي كده مع المشروم، بروح حاطه بقى الميه والحليب ومقلبه بالراحه، بحطهم بالراحه علشان خاطر الحليب ما يكلكعش الدقيق. شويه كده ونقلب، شايفين شويه ونقلب كده ما يكلكعش معانا ابدا. الميه يعني تقريبا 2 كوباية ميه، 2 كوباية لبن حليب يعني، ونص كوبايه كريمه. ادي حطينا الميه، نحط بقى اللبن ونحط، هخلي الكريمه اخر حاجه طبعا، هنحط مكعب المرق اللي عندنا، وهنغطي بقى الشوربه بتاعتنا وهنسيبها لغايه بس ما تغلي كده غلوتين. في ناس عايزه يعني انا بعمل الحركه دي مرات، وهي ان انا باخد نص يعني باخد نص الكميه بتاعه الشوربه بالمشروم، يعني نص الكميه بالمشروم وبسيب النص الثاني. النص الكميه اللي باخده ده بحطه في الخلاط وبضربه، فالنكهه بتبقى كتير مركزه لان السوائل كلها بيدوب فيها المشروم، فالنكهه بتبقى اقوى واقوى، وبعدين نرجعها تاني للحلة. حابين تعملوا كده اعملوا، مش حابين ممكن بس كده زي ما هي. دلوقتي هنحط مع بعض نص كوباية كريمة اهي، حطينا كمان ما تنسوش معلقة ونص، معلقتين تقريبا من الدقيق علشان خاطر ناخد السمك اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اهي، عشان ده يبقى القوام بتاعها كده. تمام اهو، على طول تقلبه علشان خاطر ما يبقاش فيه اي كلاكيع. شوفوا ازاي احنا
عندنا اهي كله مشروم، مشروم مفيش كلاك ياها خالص. خلاص احنا دلوقتي هي تقريبا خلصت عندنا. اخر حاجة هنعملها مع بعض هي هنحط رشة من جوزة الطيب، رشة جوزة الطيب اهي، طبعا عايزين تستغنوا عنها تقدروا، بس انا بحبها هي والبقدونس مع المشروم سو. نقطة صغيرة جدا بس كده من البقدونس، حاجة بسيطة خالص يعني معلقة صغيرة مثلا، وكده تبقى الشوربة اللذيذة جدا بتاعتنا جاهزة. زي ما قلتلكوا بتقدروا اهي، شايفين اهي فيها بوس كده في الاول، فبيبقى سهل ان احنا نعمل كده. تمام كده، ادي الشوربه بتاعتنا جهزت.